إذن للأسف الشديد متبي الأوفياء دائما كنبدا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم متبي الأوفياء متبي قناة شوف تيفي. للأسف صادم كل المقاييس للأسف الشديد من مدينة العراش للأسف الشديد واش ما بغاش تخرج خطة الوالدين اللي بغات تلوح والديها للزنقة كتطبق عليهم الحكم ديال الإفراغ للأسف الشديد بارطاجيو على أول ساعة نطاق للأسف الشديد صادم كل المقاييس للأسف صدمة بكل المقاييس للأسف بارطاجيو على أول ساعة حتى الكلمات بعض المرات للأسف الشديد كتخون عن التعبير وكتعجز عن للأسف شرح الوضع الكارثي أو الوضع اللا إنساني الوضع كما يقولوا أكثر من لا إنساني لا أبوي للأسف الشديد للأسف إذا نتمنى أنكم تبارطاجيو على أول ساعة نطاق لأن بغينا نوصلوا بالصوت والصورة إعادة النظر بحال هذه القضايا للأسف الشديد أكيد أنه حكم باسم جلالة الملك غادي يطبق أكيد ولكن للأسف صورة تقشعر له الأبدان للأسف الشديد إذا حتى الكلمات كتخون وكتعجز عن التعبير عن الوضع عن الصورة للأسف الآن كيتم تنفيذ ديال الحكم تنفيذ ديال الإفراغ بمدينة العراش ودي العمل يا خويا دير التنفيذ ديال العمل انا بعيد عليك اذا اكيد اننا غادي نقلب الصوت والصوره وغادي نقلب المجريات وكل دقيقه وكل كبيره وكل صغيره في هذا الموضوع هذا بطبيعه الحال واللي عنده شي تدخل اخر يشغلوا هذاك اذا نبارطاجيو على اوسع نطاق إذن كيتم الآن تنفيذ حكم ديال الإفراغ إذن كما كتشاهدوا الآن يتم تنفيذ ديال الحكم إفراغ في حق أبوين الأب البصير والأم ما تدخل يا بوك يا خطلي ما تدخل يا بوك يا خطلي داخل والله ما
يموتوا منهم يعلوا على الباب على جا الحكم ديال الافراق. ما جاتناش استدعاء، ما جاتناش استدعاء، ما جاتناش استدعاء، ما سمعناش شي استدعاء، ما جاتناش استدعاء. ها هو الراجل خارج، ها هو با خارج، ها هو با خارج من الدار. اخوتي المغاربه، واش هاد الراجل ديال الزنقه؟ واش هاد الراجل يقدر يخرج في الزنقه؟ واش هاد الراجل في الزنقه؟ وطيحوه وضربوه يا ولاده، وضربوه يا ولاده، طيحوه وهي ولاده ضربن. واه هو فين؟ وخليه هو تما، ما فيها تخرجوا. زهر خليه تما، زهر في غدابه مسكين، في غدابه مسكين، خلي الراجل تما جالس في غيمشي ونعيش. حرقيانة احنا رضيناها لكم. هاك انا بحبها ما كنقدرش، انا بحبها ما لازم. السلام عليكم، هادي فاطمه ساكنه حدانا، الارض ديال هاد الناس هادو عطاو الطرف فين يسكن واستافدوا فيها. استافدوا في هاد الارض ديالنا، الارض ديالنا. انا كنعقل بوك عطاهم براكه، احنا عطيناهم براكه فين يسكن. انا كنعقل في كليطه، هادي عطاهم براكه بناو فيها، هادي خدات في القطعه. شوف استافد من مصطفى، مصطفى هو اللي استافد. مصطفى هو اللي استافد. ها هو راجل معاه، هو فين ضربوه؟ ضربوه لداخل وكلشي كيتفرج، وأمة محمد كاملة كتفرج فيه، وكلا العصا لداخل وضربوه لداخل، وهم عاد خرجوه لداخل ضربوه، وهو عاد خرجوه دابا. وأخوتي المغاربة، واش هذا الراجل عنده 95 عام ياكل العمود في دارو ويخرجوه من دارو؟ اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر. اخوتي المغاربه، جيبي لي الوراق، جيبي لي الوراق مع فاطمه. انا نوريكم، عندي الرخصه، عندي الاستفاده، عندي كلشي ديالي. هادي داتها رشوه، وداتها فلوس، وداتها زور، وهي أمة محمد كامله كتشوف وكامله كتسمع، بالصغير بالكبير ها هما كيشوفوا. وقولوا واش الدار ديال با ولا ماشي ديال با؟ هذه مسخوطه الوالدين، مخرجه بوها من الدار وكتدي لبوها الدار، وضرباتو ورجال الشرطه وكلشي واقف، وضربت بوها وسدت عليه الباب، شبعوا فيه عمود هي وولادها، وعاد خرجوه. راه هو فين طيحها؟ هو فين؟ هو فين شمشبوا؟ ما عندك شي حق تجيب طرابيلات تهزو، ما عندك شي حق تجيب طرابيلات تهزو. هاد السيده تاغيه، عندها الفلوس، عندها الفلوس وتاغيه، وحنا عندنا الله، حنا ما عندناش الفلوس، حنا عندنا الله وعندنا ربي وعندنا الله الوطن الملك، حنا عندنا سيدنا وعندنا والديه، حنا ما عندنا حتى حاجه، ما عندنا لا السلطه لا والو. السلطه من الجهه ديالنا ما كايناش، وكنقولها باقا كنزيد نقولها، السلطه من الجهه ديالنا حنايا ما كايناش. اجي واحد السيد ديال الفرادو بنات كاينو
حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الوكيل نعم الله حسبي الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل بها وليدي. أنا بجود ناس. أنا اللي بنيتها وبعطري بالبلاد وبنها مسكين. أشود الناس كلها سيدي. ودابا المسخوطة كتغرجني. زي بتاعي ويوش الشاشية. دابا سيدي هذا ماشي حقها سيدي. أدار الفلوس يا سيدي. أدار الفلوس يا سيدي. بسيدي وبصير. تلوط با على الخير. ها؟ تلوط با على بالردات ساي. ها؟ تلوط با على الخير. واخا يكون قلب حديد وحنا على الجواد حيل بعونا على الجواد هادو جابو من البلاد هادو جبتي هادو من عند ما جبتي هادو خا الحليل من عندك جابت حليل من عندي من عندها والله تا من عندها جبتها بالله اخوتي المغاربه كيف تروح حلايا ومن عندي جابوها ما هما فين هما توابيكم الله ايوا من نقطه الله باش تجيب ريزا السكر تخرجوا بوها الردات هاي كاس كرش ما عنده قهوه ما عنده زبده رجلي بصير وعور رجلي بصير وعور الحبيب رجلي بصير وعور اللهم هذا حكام سيدي هذا ماشي حكام هذه الفلوس يا سيدي هذه الفلوس يا سيدي هذه الفلوس وهو رجلي كيموت مسكين عوار وما كيشوفش في السكر هو كيموت وهي خرجتنا الله ينعل والديها على والدي الكلاب وليدي ركاب يا راه مابقاش نقدر نوقف بيهم وليدي ما بقاش نقدر هكا كيف تصوروا كيموت هكا وليدي ها هو كيموت بابو بابو كيموت ها هو بابو كيموت ها هو بابو كيموت ضربوه كيموت الراجل كيموت في شهد كيشهد عباد الله ها هو كيموت ها هو كيموت عباد الله اللهم هذا منكر عاش الملك اللهم هذا منكر كيموت بابو خرجوه من دارو لا يموت ها الله خرجوه ها هو فين هو ها هو الراجل كيموت والله الراجل كيموت من دارو وولده وولدها هي جايب العصابه معاه مع العصابه هما في الدار العصابه كيبدلوا اللوبه كيبدلوا كل شيء ها هما العصابه كيبدلوا اللوبه سمعتيني العصابه كيبدلوا اللوبه على هذا الراجل أمة محمد واقفة كاملة كتعرف الدار ديال هذا الراجل ها هو الراجل كيموت الله ياخذ فيها الحق الله ياخذ فيها الحق ها هما الناس الحومه كاملين دوروا الناس يشوفوا حومه كامله كتعرف الدار ديال با أمة محمد كامله كتعرف با حيت هادو اللي جاو ينفضوا ماشي مسلمين ما فهمتش روح المسلمين علاش صاير هو الكاري وما كيخرجش الكاري ها هو جايب العصابه كيقول لنا حيدوا سيروا بحالكم خليني نقتلو كيقول راجل يسير بحالك خليني نقتلو وحنا ما خلوش با يموت سوى انا جات الموت ديال الله وعاش الملك وعاش الملك وعاش الملك وهذا بالرخصه ديال با استفاده ديال با وباقا نقولها وباقا نزيد نقولها في السلاف عطات الفلوس وداتها والله ياخذ الحق حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل ها هو الراجل كيموت ها هو قتلوا عمود قتلوا عمود لداخل سدوا علينا الباب وما خلوناش ندخلوا نشوفوه ما خلوناش ندخلوا نشوفوه حيت عندهم العصابه لداخل صحابين ولده لداخل وغنجيب واحد واحد سميه ديال واحد واحد وغنادي الاجراءات معاهم اللي ضاربين بوا تما لداخل في وسط الدار ضاربين بوا عمود ها هو فين هو انا ما كنحمل مسؤوليه حتى شي واحد كنحمل مسؤوليه على مات بوا ديك الساعه كنعرفوا ما ندير ديك الساعه وعاش الملك صافي هادشي اللي كاين ها بقى فيكم ولا ما بقاش فيكم بقى فيكم اختي هذا الراجل ولا ما بقاش فيكم بقى فيكم ها خلي خلي عمو حيدا حيدا جودي حيدا جودي هادي مسلمين هادو دابا حنا خوتي المغاربه كنتسناو لابيلانس تجي تهزو تديه حيت هذا الراجل
ماشي ديال العمود. واش الراجل عنده 95 عام ياكل العمود؟ ضرباته بنته وولدها وجوج عصابه معاه لداخل في وسط الحانوت لداخل في وسط الدار لداخل هنايا في وسط الدار وكلا العصا. ماشي بوليس، ماشي بوليس، البوليس كيأدي غير الواجبات ديالو، ولكن ديك العصابه اللي عندها لداخل، ديك الجوج اللي عندها لداخل هما اللي ضربوا با، هما اللي ضربوا با. ديك العصابه اللي كيعيطوا للعصابه ديالهم كيجيبهم. حنا عندنا الله وعندنا سيدنا، حنا ما عندنا حتى واحد، ما عندنا لا نبعدا وحده بعدا كنقولها باقا نزيد نقولها وكلشي كيشوف. انا ما عندي لا سلطه لا والو، عندي الله، الله ربي الحبيب والمالك ووالديا. من الاخر صافي سالينا، واللي يجبر عليا شي حاجه طورقني، ما عندي شي مشكل. انا كنقول انا عندي عبا وربي والمالك، شي اللي عندي، حيت سيدنا هو اللي حامينا وحامي جميع المسلمين كاملين، هو سيدنا. كيقولوا لي ما تقوليش الملك، ما تقوليش عاش الملك، غنقول عاش الملك وباقا نزيد نقول عاش الملك. كيقولوا لي الملك عايش بك وبلا بك، الملك فوق راسنا، التاج فوق راسنا، والملك هو بوانا، والملك هو اللي حامينا، والملك هو اللي كيشوف الملفات ديالنا. بحق الملف ديال با ما شافوش سيدنا، ما شافوش سيدنا، شافوه اصحاب الكروش، اصحاب الكروش هما اللي شافوه. كون شافوا الملك ما كانش عايش. خرج هذا الراجل عنده 95 عام يخرجوا الزنقه، وكنقولها وباقا نزيد نقولها، وعاش الملك، عاش الملك. عندي ربي والملك ووالديا هما اللي عندي، وشي هو معروف ما كنغطيه، ما كندير. انا ما دايره حتى حاجه مع الله، ولاد الله وقعت لي شي حاجه ولا شي حاجه كتوقع لي من هذا النهار هذا اليوم من تما لهيه، لا وقعت لي شي حاجه كنعرف راسي مني غتوقع لي، منين غتوقع لي ومن عاد من غتوقع لي. وانا باقا تابعها كلبك حلا، وما عمري ما عمري نساها لا على حساب والديا. سمعتيني؟ دعتني قد كان هرست لها الجاج، انا ما هرست لها شي جاج، امه محمد كامله كان انا هرست لها الجاج، انا هرست لها اختي الجاج، انا هرست لها الجاج، انا هرست لها الجاج، امه محمد انا اللي هرستو لها. ارسوه لك اللي بحالك اللي كتظلمي على عباد الله بحالك. باقا غيديروا لها ولادها، عباد الله كاملة كتسمع كتقول لك السكنة ديال با، ها؟ السكنة كامل شي الحومة كاملة كتقول لك ديال با. وملي كنمشي نتشكى أنا على شي حاجة كيقولوا لي علاش كنتي كتهزي الرايات؟ علاش كنتي كتقولي عاش الملك؟ نقول عاش الملك ونهز الراية، وأنا ما عندي حتى حاجة مع الله، أنا عندي الحانوت مواد غذائية، ما كنبيع حتى حاجة، ما كنشري حتى حاجة، وكلشي كيتحايلف عليا وكيقولوا لي علاش هزيتي الرايات، علاش كديري الرايات وعلاش كتقولي عاش الملك؟ نقول عاش الملك، بعد كلمة عاش الملك هيديوني الحبس. وأنا كنقولها في هذا التاريخ هذا وفي هذا النهار هذا ومن هنا لتما هانتوما غتشوفوا. وسيدنا هانت غتشوف كلشي. عندي خمسة العيال، عندي ثلاثة ولادي وعندي ثلاثة مربيين، عندي ستة، ثلاثة ولادي وثلاثة مربياهم، مربياهم على طريق المخزن. وانا ما كنخاف سيدنا، ما كنحشم ما والو، وانت تاج فوق راسي. ومن نهار اليوم انت من هنا لغدا وبعدو بعدو غتشوفني واش غيديوني الحبس ولا ما يديونيش. وسيدنا والله تيديوني الحبس، حيت هي عندها الفلوس، انا ما عنديش الفلوس، انا ما عنديش الفلوس، انا عندي والديا، انا اللي كندبرهم بالزيت والسكر، ها؟ انا اللي كندبرو بالزيت والسكر، كنعطي لوالديا، كنعطي لوالديا با، كنعطيه باش يمشي الحمام، كنكشف على با، ها؟ كندي با الحمام، كنعوم با، كنحسن له، كنكشف عليه، كندير على با كلشي، انا مرضية الوالدين، وبهذا الرضا ديالو، كلشي كيتحايل عليا خصو يديني الحبس. وهاد التاريخ هذا اللي هزيت فيها سيدنا، اللي هزيت فيها التصويره ديالك ولادك، وهاد الرايه ديالك اللي دايرها على ظهري، بهادي غيطلعوني الحبس. سعادة سعادة الحبيب ديالي الملك، وعاش الملك، وهي بيدك تعيبني في اللايفات، كتبقى تقول عاش الملك، عاش عاش الملك، الملك تاج فوق راسنا. حنا كون ما كنتيش انت حامينا كون كلا ولاد دياب، كون ما كنتيش انت حامينا كون كلا ولاد دياب. وانا ما كنعترف حتى شي واحد، كنعترف بالله وبيك وبوالديا، هادشي باش كنعترف. وحد سعادة الملك اسيدنا، وهاد التصويره ديالك اللي هزه انا بهاد الرايه اللي في ظهرك، هيا تعطي عليا الفلوس غديوني الحبس. وانا قلت لك الحبيب ديالي وعاد تسمع كلشي، بوها هو خرجوه،
هاو خرجت مجرمه مجرمه مجرمه. وانا كنتحمل المسؤوليه وكنقولها باقا نزيد نقولها وكنتحمل المسؤوليه لهذا الشيء كله. اذا هاد السيده هادي وتصابت الدار ديالها وتصابت الوراق ديالها وتصابت ما مزوراشي، انا كنقولها اما كيسمعوا كامل رجال الشرطه، رجال الشرطه كلشي كيسمع. انا عطيني 30 عام الحبس، دات صابت هي اللي استفدت ودات صابت السكنه ديالها وتصابت الرخصه والبلان ديالها. انا عطيني 30 عام الحبس وكنقولها باقا نزيد نقولها، دات صاب كلشي ديالها حتى حاجه ما ديالها. حنا اللي استفدنا وحنا اللي عندنا الرخصه والبلان، حنا اللي عندنا كلشي، داتنا حنا خمسه د خوتي وشي، حنا خمسه ديال الخوت، خمسه كخصو هذا اللي كتب لها كخصو يعيط لولادو كاملين، اش خصكم تعطيوها تعطيوها تحيوها هذيك هي، ولكن خمسه بينا حتى واحد ما كلشي مشات فلوس، كلشي مشات رشوه، كلشي رشوه. سيدنا كتقول لي الرشوه ما كايناش، كاينه الرشوه، الرشوه موجوده، الرشوه موجوده. انا شحال شحال بغيت الواحد نجيب لك الرشوه في جيبو، انا جيب لك الرشوه في جيبو، كلشي عشوه. العرايش بلا سارح، العرايش بلا سارح، كنقولها باقا نزيد نقولها. ومن هنا لغدا انت تشوفني يا سيدنا، انا نعمل معك الله في المحكمه، انا نعملوا معك ولادي الله في الحبس، وباقي نعديوني الحبس. اللي من جهته كله كيتحايف عليا خصو يطلعني للحبس، كلشي كلشي بلا ما نسميهم لك يا سيدنا، بلا ما نسميهم لك يا سيدنا، كاملين كيتحايفوا عليا وكيجيبوني حتى الدار ديالي وكيجيبوني حتى المشروع ديالي وكيجيبوني الصفيطه حتى المشروع ديالي، وكدايما المشروع ديالي مشوه، دايما كتشوه علي المشروع ديالي. انا ما تشوهش يا اسعد الوكيل، اسعد الوكيل اسيدنا، انا السيده هذه ما تشوهليش بالسمعه ديالي. لا درت شي حاجه عافى الله ما سلف، عافى الله ما سلف، درت الحوينيت ديالي معيشه ولادي ثلاثه ومعيشه ثلاثه ديتام مربياهم عين الزنقه ومعيشاهم، والسيده باغيه توسخ لي السمعه ديالي. رجال الشرطه ما عندوش شي حق يجيب لي الصفيط حدا باب داري، عنده السيده يجيبها على رجلو يخليها في الشارع، ما يجيبهاش لدار المشروع ديالي ويحطها لي. ودابا هذا الشيء كله سيدنا اللي كنقولو، من هنا لغدا انت تشوف شنو غيوقع لي، من هنا لغدا انا كنحمي راسي، انا كنحمي راسي، انا ما عندي والو، انا كنحمي راسي. من هنا لغدا يطلعوني للحبس، وانا كنقولها لك سيدنا وباقا نزيد نقولها وباقا نزيد نقول، انا ما عندي والو، كلشي كيتحايلف عليا وهي كتعطي عليا فلوس صحيحه باش تطلعني للحبس. انا علاش على التصويره ديالك اللي هزه وعلى هاد الرايه ديالك اللي دايره على كتافي؟ كيقولوا علاش كتقولي عشا الملك؟ نقول عشا الملك، الملك كيفاش فوق راسنا؟ كون ما كانش الملك وكلاونا الدياب. انا عندي سيدنا فوق راسي، انا عندي تصاور، عندي الحانوت ديالي عامر تصاور بالملك، عامر تصاور بسيدنا ولادو. علاش؟ حيت حامينا، حيت حامينا، حيت ياكلونا الدياب. والملك تاج فوق راسنا، ملك تاجنا فوق راسنا، هو ولادو تاجنا فوق راسنا. ومن هنا لغدا انا كنقولها سعادة الملك، انا كنقولها وباقا نزيد نقولها، من هنا لغدا انت تشوف شنو غيعملوا لي. من هنا لغدا يجوني ستة ولا سبعة السيدات، ستة ولا سبعة ديال السيدات غيجوني، غيجوني لداري لمشروعي، كيجوني المشروع ديالي، كيخزوني المشروع ديالي، كيشوهوني بالمشروع ديالي. وعاش الملك، من هنا لغدا انتوما تشوفوش غيوقع. ها هو السيد كيموت هنايا وشكون تسوق له؟ حيت هي عندها الفلوس، حيت هي عندها الفلوس، تسوقوا له جاو ينفذوا له من الدار ديالو. ولكن السيد ما عندوش الفلوس، ما عندوش الفلوس، ما عنده والو. ها هما مسكين كيعذبوه فيه، هما كيعذبوه فيه.